قاعد تكتب انت؟ المعادله الكيميائيه. يلا يلا مشينا الحين نطبقها. ابوي الساعة 6 الصباح ما خلصنا من اختراعك الخردة، الطلاب حييجوا. يا حيال اصبروا، خمس دقايق وتكون النتيجة جاهزة وندخل التاريخ كلنا. أنا لا تحطون اسمي معاكم، لأنه أبوي لو عرف إني أنا اللي دخلتكم المختبر راح يضربني. وكفاية عامل إنك تدفع الإيجار حق الاستراحة لمدة سنة قدام. وكل يوم تضربيني على أي شيء، ترى هذه هي الحياة. المدير المدير طلعنا برا هيك. يا عيال ما بقى شيء على الاختراع، وراكم انتم. طز في الاختراع، بنروح فيها لو اتفسكنا. يا عيال زبلنا. هيا هيا. ليه حياتي ليه كذا؟ ليه ما عاد خليتي لي قيمه؟ تمدين ايدك علي قدام عيالي؟ حرام عليك. حتى قدام الشغاله ضربتيني، ليه؟ مسوي قدامنا قوي وقدام زوجته دجاجه. كفتة الحين في باب ثاني غير ذاك الباب؟ ياوة بس مقفل ومفتاح ومعايا. لا لا لا، إذا على مفاتيحك ذي أسلم نفسي ولا أدور فيها. خلاص يا حياتي، خلاص أنا برجع، بس بشرط ما تمدين يدك علي مرة ثانية. خلاص؟ لا قولي وعد، احلفي. خلاص طيب، يلا مع السلامة حياتي. هلا حبيبتي. قلبي لا، انت رجعتي في كلامك مرة ثانية. لا كذا خلاص، ماني براجع البيت ويمكن انوم في المدرسة بعد. لا يلا مع السلامة. من هذول يا كفتة؟ اخواني ابراهيم ياوة.